السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل وظريف زي ما شايف، مفيش زحمة مفيش حاجة، الموضوع بسيط. ارفع صورة وهو يبدأ ينوع لك ويجيب لك صورة تانية، يعني دي الصورة الأصلية، فالذكاء الصناعي جاب لي الصورة ديت. مثلا الصورة دي بدأ يجيب ايه تنوع عليها، تمام. بس هي الفكرة كلها في كده، ان هو يبدأ يديك بدائل أخرى للصورة. طيب خلينا نرفع صورة كده من عندنا من على الجهاز. خلينا نشوف مثلا صورة هنا في البيكتشر. خلينا مثلا نرفع صورة، ولكم مثلا الصورة ديت، هو يبدأ يعمل لي صورة تانية. هنشوفها غير ايه، هو مديني 5 مرات اجرب، وبعد كده لو انت عايز هتدفع فلوس. طيب تعال نشوف الصورة ديت، يعني مش اللي هي، يعني تحس انه عمل قط كده خلاص، في تعديلات بس مش اللي هي مبهرة يعني.